السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين ويا رب تبقوا بصحة وسلامة. أجازة عيد سعيدة. إن شاء الله ده أول فيديو في سلسلة الفيديوهات اللي هنبدأ نشرح فيها وحدة الأسنان A to Z. المفروض موضوعنا النهاردة هيكون على حركة الكرسي، تمام؟ هنبدأ بيه بإذن الله. هنعمل بس تعديل صغير في السيتنج بتاعت الفيديو ونبدأ على طول. هعلي الصوت حالا، هنبدأ على طول برضو. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. بإذن الله هنبدأ اللي هو كلامنا على حركة الكرسي. وعموما الحركة دي بتكون في معظم الأجهزة الطبية، يعني مثلا احنا لو اتكلمنا على ترابيزة العمليات هنلاقي ان احنا بعد ما نخلص الشرح ده ان احنا ممكن نصلح برضه ترابيزة العمليات بنفس القواعد والسيتنج دي. هي هعلي صوتي طيب اكتر. طيب ثانية. فلو بنقول اللي احنا هنعرفه النهارده باذن الله من المحاضره دي ممكن باذن الله نستخدمه مثلا في ترابيزات العمليات او سراير العنايه بالظبط، لان هو نفس الكونسبت اللي بنشتغل فيه في اصلاح ده او ده. طيب ايه هي الاول الانظمه بتاعتنا في الحركه؟ اول حاجه زمان كان في الحركه باستخدام الهيدروليك، ان هو زي بيبقى عندي منطقه كونتينر زيت، الكونتينر ده بيتضخ في بساتن، تمام؟ ده كان اول حاجه في النظام البدائي اللي هو كنا ساعات بنقول عليه اللي هو زي نظام كرنك، او ما ينفعش نقول عليه منافله لان المنافله بتتحرك مانيوال بالايد، لكن هو زي نظام كرنك. هنحاول كده ان انا برضو في نفس اللحظه وانا شغال في الفيديو ان احنا نشوف صور للحاجات دي زمان. فاللي انا بتكلم عليه مثلا زمان زي كرسي الحلاق، تعال نبص عليه بصه كده، زي الكرسي ده، تمام؟ ده كان كرسي قديم شغال بكرنك، اللي هو بضغط على المنطقة دي دراع كرنك بيضغط عليه، فالكرسي يفضل يطلع فوق، وانا اضغط عليه لحد الاخر تحت فالكرسي ينزل. ده نظام قديم قوي وبدائي. طبعا النظام ده اتلغى من زمان. حد يقول لي طيب الظهر ده بيتحرك ازاي؟ الظهر ده في الكرسي ده ما كانش بيتحرك، تمام؟ كان ثابت على الوضع ده. طوروا الموضوع شوية. انا بقول لك ان نفس الكلام برضو في ترابيزه العمليات اللي هي المنافله اللي هي بتقعد تحرك الهاند دي كده، بحيث ان اللي هي مثلا منطقه الهيدرست تنزل، منطقه الرجل تنزل، الكرسي ذات نفسه بيطلع وينزل عن طريق تقعد تدوس على اللي هي الزراير، الرجل دي تقعد تدوس عليها تطلع وتنزل، تمام؟ ده كان كل ده نظام قديم. ارفع الصوت. طيب كله بيقول لي ارفع الصوت. طب هركب بس هاند فري ونحاول كده نشتغلوا بيها. يا رب كده الصوت يبقى احسن، تمام؟ طيب فبنقوله زمان كان الموضوع اللي هو نظام المنافلة ده، تمام؟
طبعا يعني حاجه قديمه قوي ما بقتش شغاله، بس موجوده قوي في اللي هي ترابيزات العمليات حاليا، بيهتموا قوي ان هو يقول لك انا ممكن محتاجها مانيوال. ليه؟ لان طبعا المانيوال ده ملوش اعطال، اقصى حاجه هتحتاجها ان سي المانيفيلا تبوظ او حاجه، فهتوديها للخراط تتصلح او كده. تمام، ده اللي انا قصدي عليه. تخيل كده ترابيزه زي دي اقصى حاجه فيها مش هيحصل حاجه، عمرها ما هتبوظ. ايه اللي هيبوظ؟ ممكن اللي هو الهيدروليك اللي هو بتاع طلوع ونزول الترابيزه ذات نفسه، ساعات مثلا اللي هو الزيت اللي بيبقى جواه بيدخله شوائب او كده فبيبوظ، لكن اكتر من كده مش هتلاقي في اي مشاكل تانية. في عندنا برضو، تعالى نرجع بقى للكرسي الاسنان اللي هو محاضرتنا النهارده، في انواع من الكراسي ودي موجوده فعلا، اللي هي زي دلوقتي بقوا اكتر من الاسنان. المفروض ان ده كرسي اسنان متحرك، اللي هو سي لو بنطلع في قافله طبيه او كده بيبقى في كرسي اسنان. طبعا بمجرد النظر كده انت شايف ان هو كرسي بدائي جدا ما فيهوش اي حاجه. تمام، دلوقتي برضو دكاتره التجميل بقوا بيطلبوا الكراسي دي جدا. تمام، طبعا الحاجات دي تعتبر الصيانه فيها معدومه اكتر من ان هي بس مجرد بنعمل لو في حاجة اتكسرت فيها شغل خراطة ساعات للمانيفيلا او كده، لكن ما بيخشش في اطار شغل الصيانة الكبير بتاعنا. تمام، طيب هنطلع بقى للي هو المستوى الاعلى شوية. الدنيا اتطورت شوية فبقى على نفس اليونت، حتى لو حد كان مركز اللي هي اليونت اللي انا كنت اتكلمت عليها من شويه اللي هي الشرانه، على نفس اليونت ركبوا كرسي كهرباء. تمام، بس هو مش كهرباء، يعني هو كرسي كهرباء لكن هو مش كهرباء. هو يبان ان انت بتدوس على دواسه حركه، الدواسه دي طلوع نزول ويمين وشمال، وكمان الكرسي اللي كان موجود ده كان فيه تيلتنج. يعني ايه تيلتنج؟ تيلتنج ده اللي هو الزرار عباره عن موتور تالت، الموتور ده بيقلب الكرسي، يعني انت تحرك الظهر فتلاقي الشلتة كمان بتقلب معاه. تمام، وفي حاليا عملوا الحركة دي في الكراسي الجديدة الصيني اللي هي بالتلتنج بموتورين بس، يعني عاملين زي نظام ميكانيزم كده رابط الظهر بالشلتة، فالشلتة الظهر لما يرجع تلاقي الشلتة بتتقلب معاه. تمام، طيب الكرسي ده هو زي ما بقول لك كده يبان كهرباء، لكن هو في الحقيقة هو مش نظام كهرباء، هو نظام زيت. تمام، نظام زيت ازاي؟ في عندنا نظام اللي هو السولونويد مع بامب. انا عندي بساتم جوه الكرسي، بستمين، بستم خاص بالطلوع وبستم خاص بالظهر. تمام، البستم ده انا لو ضخيت جواه زيت هيرفع، لو سحبت منه الزيت هينزل تاني. فانا بيبقى عندي اتنين بستم، واحد خاص بالطلوع والنزول بتاع الكرسي، وبستم تاني خاص بالظهر اللي هو بيطلع بيرجع الظهر ويقومه. تمام، طيب الحركة دي بتتم ازاي؟ الحركة دي محتاجة زيت، اللي هو يبقى انا عندي كونتينر زيت، محتاج بامب علشان اسحب الزيت من الكونتينر، ومحتاجة 4 سولونايدات، سولونويد، 2 سولونويد لكل بستم، سولونويد يدخل الزيت للبستم وسولونويد يخرج الزيت منه. تمام، وانا عندي 2 بيستم، فبالتالي هيشتغل الحركه دي بالتوالي. طيب الكرسي اللي احنا حطينا صورته من شويه اللي انا قلت فيه ثلاثة موتور وهو شغال بالزيت، يبقى طبيعي كان فيه 6 سولونويد، لان احنا قلنا ان كل بيستم هيشتغل ب2 سولونويد. تمام، فطبيعي جدا ان هو كل بيستم ب2 سولونويد، فالطبيعي ان انت هتلاقي لما تفتح تحت 6 سولونويد. ايه ده؟ طب ازاي ده؟ انا عارف ان في 2 سولونويد بس طلوع نزول و2 سولونويد تانيين يمين شمال. لا، ما هو في برضو 2 سولونويد تانيين للبيستم التالت اللي هو بتاع التلتنج. تمام، الصيانة فيه كتيرة جدا بقى. تمام، هو وبالمناسبة هو يعتبر لايف لونج، يعني اللي هو الكرسي ده بالذات، الكرسي ده بالذات بيعيش جدا. تمام، لكن يعني المدى العمر بتاعه طويل، يعني في كراسي لحد دلوقتي حوالي مثلا بنتكلم في حوالي 10 سنين و20 سنة، والكراسي دي لحد دلوقتي شغالة مش بتبوظ. تمام، او بلاش مش بتبوظ، يعني اللايف لونج بتاعها عالي، لكن هي طبعا بتبوظ في جواها زيت. فمثلا ممكن نلاقي ان السنايدات بتتسد من الزيت، الزيت ذات نفسه ممكن يحصل فيه ليكج من الخراطيم، خصوصا ان هي دلوقتي احنا بنقول مثلا بقالها 20 سنة،
بقالها 20 سنة شغالة، يعني الهلك بتاعها خلاص دلوقتي احنا بنتكلم في مرحلة الإهلاك بتاعها، تمام؟ بتشيل أوزان كبيرة، اللي هي كراسي الزيت دي بتشيل أوزان كبيرة، يعني ممكن، يعني هي بصراحة من حيث الديورابيلتي هي المفروض أحسن من الكهرباء لأن هي بتشيل أكبر، تمام؟ طيب كرسي الزيت برضو، يعني طبعا هو دلوقتي المفروض ان هو في انتاجه توقف ما عدا شركة لسه مصممة عليه اللي هي شركة بيلمونت، تمام؟ من الكراسي الجديدة بتطلع لسه موديلات شغالة بالزيت، طبعا هي من الموديلات الكويسة جدا، والبيلمونت يونت غالية جدا، لكن هي محافظة على نفسها ان هي لسه شغالة بالزيت لحد وقت قريب. كان برضو في كرسي الادك برضو بيشتغل برضو بالزيت، لكن هما مؤخرا قلبوا سيستم لسيستم كهرباء، مواتير كهرباء، انما البلمونت لحد اللحظة دي محافظة على ستايل الزيت لحد دلوقتي ما غيرتوش، تمام؟ طيب في عندنا بعد مرحلة الزيت في برضو ايه اللي عندنا برضو شغال بالزيت وبرضو محافظ على الحتة دي، ده شكل السولونويد اللي هو بتاع الزيت عموما، وطبعا بنلاقي فيه البامب، تمام؟ بيبقى هما زي ما قلنا كده، لو عندنا 2 بيستم بيبقى عندنا 4 سولونويد ببامب واحدة وتانك زيت واحد، طبعا في دايرة كهربية طبعا للموضوع ده كبيرة. اوكي عايز اوريكم الصورة بتاعت ترابيزة العمليات، دي ترابيزة عمليات برضو مانيوال، اللي هي نظام اللي هي هنا عند الرجل هتلاقي المنافلة اللي هي بتطلع الترابيزة فوق وتنزلها، لا في الترابيزة اللي هي هنا دي ترابيزة بريموت، اوكي؟ فانت مجرد ما بتشوف الريموت كهرباء وكده، لكن هي فعلا تحت مثلا الكوفر ده بتلاقي كونتينر الزيت والبامب، وبتلاقي حوالي 10 سولنايدات. طيب 10 سولنايدات يعني كام بيستم؟ 10 سولنايدات يعني كام بيستم؟ يعني 5 بيستم، تمام؟ كل بيستم بيحتاج 2 سولنايد. حتى هتلاقي لما تيجي على اللي هو الريموت تضغط على اي زرار فيه، تمام؟ هتلاقي ان في، يعني وانت شغال صيانة هتلاقي 2 سولونويد اشتغلوا مع بعض، تمام؟ ليه 2 سولونويد اشتغلوا مع بعض؟ يعني انا جيت هنا مثلا، ده الكلام ده مش موجود في كراسي الاسنان، موجود في ترابيزات العمليات بس، انا جيت هنا مثلا رفعت الكرسي مثلا، قلت عايز اجيب الوضع اللي هو اللي طالع ده زي ما انت شايف كده، مش الكرسي جاي، مش ترابيزة العمليات جاية بزاوية، عشان حركة الزاوية دي تحصل في بيستم هنا وبيستم تاني هنا، لازم البيستم ده يطلع والبيستم ده ينزل، فبالتالي هتلاقي 2 سولونويد بيفتحوا مع بعض في نفس اللحظة، ده موجود في معظم ترابيزات العمليات. نفس الحاجة بالظبط لو أنا عايز أعمل اللي هي تيلتنج على الناحية اللي هناك، تمام؟ هلاقي إن في بيستم هنا لازم يطلع وبيستم هناك ينزل، فبتلاقي إن هي كل حركة هتعملها في 2 بيستم في 2 سولونويد بيشتغلوا مع بعض في نفس اللحظة، تمام؟ ده في ترابيزات العمليات، اوكي؟ فاحنا متفقين ان هو في كراسي الزيت او في ترابيزات العمليات الزيت بيبقى عندي كونتينر زيت واحد، بامب واحدة، عدد سولونايدات ضعف عدد البساتم، تمام؟ ده كان نظام اللي هو نظام الزيت، اوكي؟ طيب الموضوع برضو اتطور شوية، دخلنا في الكراسي الجديدة اللي هي بتبقى بمواتير كهرباء، اوكي؟ الكراسي الجديدة اللي هي بمواتير كهرباء بتنقسم لجزئين، مش الكراسي ذات نفسها، المواتير ذات نفسها بتتقسم لجزئين، الجزء الأول جزء بيشتغل بمواتير 220، والجزء التاني بيشتغل بمواتير 24، تمام؟ ده بيبقى شكل الكرسي. احنا أصلا لو بصينا عموما لكرسي الأسنان، تعالى كده نفصص الكرسي هيكون عبارة عن ايه، تلاقي الكرسي عبارة عن كرسي نفسه ضمه طلب ب4 حركات، يطلع ينزل الظهر ينزل يطلع، منطقة الحوض دي المريض يبصق فيها، وفي هنا كوباية ان المريض لو هيشرب بيتمضمض، منطقة السكشن هاي سكشن ولو سكشن للسحب اللايت، تمام؟ واخر حاجة اللي هي منطقة البراكت تيبل اللي هو الدكتور بيحط عليها الهندبسات وبيحط الادوات بتاعته وكده، تمام؟ فعندك اللي هو الجزء بتاع الكرسي، تمام؟ هو يعتبر اكبر جزء، وده اللي فيه المواتير اللي هو طلوع نزول اليمين شمال، منطقة الكرسي زي ما قلنا المواتير بتنقسم لجزئين، ده اللي هو الشغل الجديد بتاعنا، مواتير 220 فولت ومواتير 24 فولت،
نقوله بس حتة تكنيكال شوية. طبعا ال 220 ده هيكون 220 اي سي اللي هي الكهرباء العادية بتاعتنا، وعلى حسب اللف اللي هو متابع المواتير قوي بيكون الموتور ده محتاج مكثف علشان يديله التقويمة الأولانية. تمام، الموتور 220 طبعا بيتميز بانه ممكن يشيل اوزان كبيره. تمام، تعال بقى على موتور ال 24. موتور ال 24 ده موجود في معظم اليونتات الصيني حاليا. موتور ال 24 موجود في معظم اليونتات الصيني حاليا، هنطلعه دلوقتي نتفرج عليه في يونت من اليونتات بتاعتنا. وبيحتاج مساعد جنبه، يعني هو ما يقدرش يشيل البيشنت مثلا 200 كيلو بالكرسي، ما يقدرش يشيله لوحده، بيحتاج مساعد جنبه اللي هو يقوم بالعملية دي. تمام، فده موتور اللي هو ال 220. تمام، ايوه سوري، موتور ال 24، تعالى نرجعه كده. فموتور موتور ال 24 هنحتاج جنبه مساعد يزود بس اللي هو قوة العزم للكرسي بحيث ان هو يشيل اوزان اكبر من كده. طيب دلوقتي انا جيت على كرسي اسنان، ما اعرفش هو شغال بموتور 220 ولا موتور 24، اعرف ازاي؟ بسيطة جدا، هو كرسي الاسنان زي ما اتفقنا ان هو بيبقى جواه اتنين موتور. دلوقتي بقى اللي هو الجديد، احنا هنتكلمه عن النظام الصيني بتاعنا اللي هو هتلاقيه في حوالي 80% من الكراسي حاليا، اللي هي كراسي صيني جواها اتنين موتور اسنان صيني. هو دلوقتي يعني الحمد لله بعد خبرة، انت مجرد ما هتبص على الكرسي هتعرف الموتور اللي جواه ايه، اللي هو هيبقى في الغالب 24 دي سي. بس احنا دلوقتي هنبص عليه ونشوفه ازاي نعرفه هو 220 ولا 24 بالكتابة اللي عليه بالظبط. فنقوم دلوقتي على كرسي نشوف الدنيا فيه ايه. افتح الباب يا مصطفى نطلع. احنا هنا في معرض الشركة بتاعتنا، فلو جينا مثلا للكراسي اللي هي ده، عندنا 3 كراسي، ال3 كراسي دول صيني. تمام، لو مسكنا سي واحد فيهم سهل كده نوصل له، لايك مثلا ده،